يعني والفاتوره تكون يعني عاليه وبخاصه التحاليل. حتى التحاليل بمناسبه يوم العالمي للتغذيه نظمنا حملة تحسيس لمرضى السلياك والأمراض النادرة بساحة بلدية تقرد، وهذا تعريف بخطورة المرض السلياك لأنه عنده حساسية من الجلوتين. الجلوتين هذا يعتبر سم قاتل لهذا المرضى، وهذا السم يكون في الأدوية، في الأغذية، في المصبرات، بكل أنواعها. يعني لازم الوقاية منه، لازم التحسيس حتى المريض لا يلجأ لخطورة الأعراض الأخطار تاعه، لأنه أكثر من 300 عرض يقدر يصاب به المريض السلياك بسبب خطأ بسيط جدا إذا أخذ من الجلوتين.